طيب اليوم لو نبي نتكلم ايضا عن مطرب العراق الاول، يمكن بعيدا عن القيصر وبكل شفافيه، منو يعتبر فنان او مطرب العراق الاول من جيل الشباب؟ والله يعني مو هو اكو نوعين من المطربين، يعني اكو مطرب شو، المطرب الشو يعني الاستعراض، يعني اصبح مطرب استعراض، واكو مطرب صوت. صراحة عندنا الفنان مصطفى الربيعي من اجمل الاصوات العراقية، ملحن هو صاحب لحن سر الحياة، نعم طبعا فنان جميل جدا، واعتقد يعني هذا من اجمل الاصوات العراقية، هو والفنان فهد نوري وخالد الحنين. طبعا من جهة البشر او الفنان اللي يتعب على نفسه، اعتقد سيف نبيل هو اكثر من الفنانين اللي يواكبونه. نعم هو حريص دائما، ودائما يعني يهتم بكل التفاصيل، واعتقد هو حاليا كشهرة عربية اكثر واحد نعم بالفنانين، لكن كصوت لا، مصطفى الربيعي اعتقد، او الفنان علي صابر ايضا نوجه له تحيه، نعم ذولا اصوات يجننون. ما اعتقد يعني اكو ناس تعبرهم أكيد طبعا. طيب من بالعراق. الأصوات النسائية خصوصا، يعني يعني كثير من الفنانات الشابات في الفترة الأخيرة ظهروا بشكل جدا كبير، منو من الأصوات العراقية اللي تعجبك كنساء؟ والله احنا يعني اصيل هميم، الفنانه اصيل هميم نوجه لها تحيه، طبعا هي رفيقه دربي، ايضا كنا بسوريا سوا وباستوديو واحد، استوديو والدها، نعم استوديو كريم هميم، كنا نشتغل سوا وكنا ندخل كورال سوا. اكيد هي اجمل صوت عراقي يعني مر علي بحياتي، والدليل نجاحاتها، يعني اي اغنيه تغنيها هي تأديها بشكل غريب وبإحساس راقي صحيح جدا وعالي. نعم صحيح. أكيد واختياراتها أيضا فنان ما شاء الله، أصيل. يعني في تفاني في الاختيار، و يعني تعرف وين تختار الكلمة اللي أكيد تليق الفنان لصوتها أصيل واللحن. أصيل، والفنانة رحمة يعني ما ننساهم، رحمة نعم أيضا أصوات فوق الروعة. نعم